أهلا بكم متابعينا الكرام في هذا الخبر العاجل. وفاة اللاعب الشاب لاعب اتحاد سطيف أيمن شاشو المدعو أسامة صاحب 15 سنة غرقا بشاطئ مالبو بولاية بجاية، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ونحسبه من الشهداء. تعازينا الخالصة لأهله ولذويها، إن لله وإنا إليه راجعون. اللاعب المرحوم أيمن شاشو رثاه مدربه فقال: بكيت عليك حتى انقطعت أنفاسي، لن أنساك في منامي وصحوتي وغفلتي ويقظتي، لن أنساك يا أيمن، ولو سألني الناس عنك فإنني سأرد حكاية أعظم موهبة رحلت اليوم وفارقتنا. 3 مواقف ستبقى محفورة في قلبي ما حييت: هدفك في مرمى وفاق ستيف، صيامك رغم الحر الشديد، وتوقيت المباراة في جيجل، وآخر كلمة قلتها لي في بجاية: الشيخ حاب نلعب في وفاق ستيف. ربي يرحمك يا قطعة من روحي، كسرت لي قلبي يا أيمن، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.